أحدد معاني الكلمات، أضيف صفات أخرى لكلمة حجرة، حجرة، فسيحة، مجهزة، مزينة. أفهم. أين أجلس الأستاذ التلميذ الجديد؟ أجلس الأستاذ التلميذ الجديد في المقعد الأول. ماذا كتب الأستاذ للتلميذ الجديد؟ كتب الأستاذ للتلميذ الجديد: أحب مدرستي. أفكر. أتحدث عن اليوم الأول الذي دخلت فيه المدرسة. حل أول يوم دراسي. استيقظت باكرا، تناولت فطوري، ثم توجهت إلى المدرسة. اجتمعت مع التلاميذ في الساحة. استقبل المدير ورحب بنا، وبعد فترة قصيرة توجهنا إلى حجرة الدرس. جلست على إحدى الطاولات. دخل الأستاذ ورحب بنا، وبدأ يسألنا عن أسمائنا، وبعد ذلك وزع علينا الكتب المدرسية. في النص جملة تدل على تشجيع الأستاذ للتلميذ، أقرأها. الجملة هي: حسنا، قريبا ستتعلم. أنجز. أحول. جملة تدل على الترحيب إلى: أنت، مرحبا بك. نحن، مرحبا بنا. أقرأ وأجيب ب: أفعل أو لا أفعل. أكتب قبل أن أفكر في الجواب: لا أفعل. أتكلم بأدب مع الذي أتحدث إليه: أفعل.